شهدت منطقة عمروسة التابعة لبلدية أبو عينان الواقعة شرق ولاية البوليدة نشوب حريق أتى على مساحات كبيرة من المساحات الغابية. من جهتها مصالح الحماية المدنية تمكنت من إخماد 60% من المساحات التي مسها الحريق، في حين لا تزال مجهودات عملية إخماد النيران متواصلة لمنع وصولها إلى منازل السكان. التغطية كانت لعبد العبد. حريق هذا يتمثل فيها حريق أشجار وأحشاب. الحريق راه متفرق، عندنا شاحنة متوسطة راه من جهة واحدة أخرى ثاني طفي مع لي غارد فوريستي. أسباب الحريق مجهولة، ورانا هنا نحمو في المزارع تاع الناس، باسكو كان هنا كان كثير من المزارعين، والعملية مازالت متواصلة.